يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هوا الراديو 90 قبل المقام. حلقات الأسبوع الجديد جمعة سبت منتصف الليل بكون معاكم بسنت بكر. الكل زمان يا جماعة حكايته فنه مزجته أغانيه وقصصه، وبعد ما رحلوا أساطير الغناء عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم ووردة ويعني الأسماء طبعا كتير، ابتدى يظهر جيل جديد عبر عن نفسه بعد عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم، والجيل ده عبر عن نفسه بموسيقى مختلفه بكلمات مختلفه. جيل كان هدفه التطوير وفي نفس الوقت الحفاظ على الهويه للاغنيه المصريه الطربيه. اسماء كتيره منهم الكبيره ورده الجزائريه، لانه لما تيجي تشوف ورده وتاريخ ظهورها تلاقيها جسر وصل ما بين قبلها وبعدها. غنت القديم، غنت أوقاتي بتحلو الغنوة اللي كانت هتغنيها أم كلثوم وما لحقتش تغنيها، وغنت بتونس بيك ومليت من الغربة، واشتغلت مع عمار الشريعي، واشتغلت مع ملحنين يعني جداد وموزعين جداد وشرنوبي ووردة قصة حياتها مليانة، ومليانة كمان قصة حب كلنا تأثرنا بيها، حب وردة وبليغ. لكن القصة دي لما الواحد كده يقعد يبص فيها يقول الله، هو هل صحيح سؤال حلقتنا النهاردة، الست الموهوبة القوية ما بتقدرش تكمل في حياتها الشخصية؟ يعني بيبقى حظها وحش في حياتها الشخصية وفي الحب، ويعني هل المرأة القوية حظها وحش في الحب؟ طب وردة عانت من بليغ، هو طيب جدا لكن طول الوقت مش موجود، طول الوقت يعني مش عارفة ايه حاجات كده. طب هل اللي بيحب حد ممكن يغير من نفسه علشانه، ولا خلاص هي تركيبة وتاخدها كده؟ النهاردة هنحكي في سيرة وردة الجزائرية، عايزين تسمعوا معايا ايه. وزي ما حكيت في حلقات قبل كده عن وردة الجزائرية، انت لما تقول الجزائرية دي يعني انت بتنسى، يعني هي وردة دي جزائرية فعلا يعني مش مصرية؟ لا 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 صدقوا، يعني عايز اقول لكم وردة غنت اوبريت في حب مصر مع الاستاذ محمود ياسين، كان هو الناريشن او الناريتور اللي معاها، اسمه مصر الحبيبة اللي هو مصر الامل شعب ابن بطل. سمعه لكم النهاردة من أهم الأوبريتات اللي اتغنت في حب مصر. أنا معي تليفون. ألو ألو يا رامي، ازيك؟ أنا ازيك يا فتان، عامل إيه؟ الحمد لله. بتكلمني منين يا رامي؟ أنا بكلمك رايح على دمنهور، جاي من اسكندرية ورايح على دمنهور. يا سلام يا سلام، شط اسكندرية يا شط. ما غنتش وردة، ما غنتش الاسكندرية. وردة كانت انشغال يعني، غنت لمصر كلها. غنت في الوطن الاكبر مع الاستاذ عبد الوهاب. وطني حبيبي الوطني الاكبر، استاذها عبد الوهاب استاذها. طبعا طبعا، واول ما جت طبعا الاستاذ رياض الصنباطي كان خدها في طبعا عمل لها لعبه الايام. ايوه عمل لها لعبه الايام من اجمل اغانيها طبعا. وبعد كده بقى بدات مع بالعيون السود وكملت معاه، ويمكن في الفترة تصدق انه تجربتها يا رامي مع بليغ التجربة الانسانية كانت 6 سنين، يعني الجواز كان 6 سنين فقط. كان 6 سنين وانتهت يمكن بعد اواخر 77، سنة 77 انتهت. بغض النظر عن التاريخ، انا بتكلم على انه المدة الست سنين دول كان انتاج مميز جدا، والناس يعني ما تيجي تقول لحد وردة وبليغ، وردة هم ايقونة حب، فلما يجي تقول له جواز 6 سنين يتخض، يقول لك 6 سنين بس؟ بليغ هي كانت بتغير جدا على بليغ، وبليغ كان انسان يعني المود بيحركه كتير وبيسافر كتير، هو برج الميزان زي مود يوديني ومود يجيبني، اللي هو انا ما احب اكون طير في السماء. عايز اللي يفهمه وعايز اللي يتعايش معاه على الحاله دي. فهي كانت غيوره جدا، وده يمكن من الاسباب اللي خلتها وقت الحكيم. لا مش، لا المسألة مش غيرة، بس اللي هو كان بس مش ملتزم معاها طول. انت ما تيجي تقرأ في مذكراتهم واستاذ وجدي الحكيم وحكاياته، الاستاذ سمير صبري الله يرحمه وحكاياته، هو ما كان عنده حالة. سامعني سامعني عشان ما نتكلمش مع بعض احنا الاثنين بس. هو كان اتفضل اتفضل. ايوه يا فندم اتفضلي. لا اتفضل اتفضل. طب بس سريع عشان قدامنا 30 ثانية. كان عنده زي الحالة اللي هي البوهيمية شوية، اللي هو عايز كل في كل وادي شويه. هو يعني ايه بوهيمي؟
يعني انسان شبه فوضوي، مش الفن عنده اهم حاجه، والحياه مش كتابيه زينا كده. هل اللي بيحب حد يا استاذ رامي ممكن يغير من نفسه علشان الحد ده ويحافظ عليه حتى لو فنان وبوهيمي وكل هذه الصفات؟ ما اعتقدش ان بليغ ممكن يتغير، لان بليغ كان واهب حياته للفن فوق كل شيء. لا مش بتكلم على بليغ، انا ما اتكلمتش على بليغ خالص، انا بتكلم في العموم. الفنان صعب، اعتقد الفنان بيبقى الفنان صعب. نورتني يا رامي، نورتني. تسلم لي، باي باي، كلمني دايما. ما تنسوش انه في الساعة التانية يا جماعة اللي احنا فيها دلوقتي هنروح مكان قد المقام، هوديكم النهاردة قصر الزعفرانة، وليه حكاية جميلة قوي، واللي عايز يشوف القصر ده وتفاصيله يدخل على الفان بيج الراديو 9090، يتفرج على الصور ويقول لنا كمان، ايه الاغنيات اللي عايزين يسمعوها النهاردة، لوردة او من مطربين الزمن الجميل. سؤالنا في حلقتنا النهاردة قد المقام، هل اللي بيحب بحد ممكن يغير من نفسه عشان، وده اللي معرفش يعمله بليغ حمدي علشان يحتفظ بحب عمره وردة، ولا الطبع ما بتغيرش يا جماعة؟ وهل المرأة القوية اللي زي وردة كده الجزائرية حظها وحش في الحب ولا؟ أنا معايا تليفون أفتكر. ألو ألو، أيوة يا جورج، إزيك؟ مساء الفل، عامل إيه؟ الحمد لله في الدرع حبيب بسيح. أنت بتكلمني منين يا جورج؟ أنا نسيت. أنا بتكلم من الطهر. تتكلم من القاهرة، اوكي، بس انا فاكرة ان انت مش صعيد. انا مش صعيد، بس شغلي في القاهرة. قولي رأيك ايه في حلقتنا النهاردة؟ لا حلقة مميزة جدا، بس انا بختلف مع حضرتك في حاجة. بت ايه؟ يعني ممكن اختلف مع الاراء اللي عندك في كذا حاجة. طبعا احنا نختلف ونتفق. هل اللي بيحب حد ممكن يغير؟ المرأة القوية حظها مش وحش في الحب. المرأة القوية حظها مش وحش في الحب. فعلا؟ لا لا لا، ممكن تبقى في الفن ماشي عشان نرجسية عالية شوية. في الفن؟ لا، طب ما هي وردة، الجزائرية. طب ما هي وردة مع بعض عشان يعني في جزء نرجسية وناس مهووسة بالفن. ف لا 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 لا، مش شرط. على فكرة النرجسي مش لازم يكون فنان أبدا، يعني ده أنا بتكلم عن النرجسية وفن، قصدي الاثنين مع بعض. يبقى الفنان عشان مشهور بيبقى عنده نسبة نرجسية شوية. طب ما في حالة وردة وبليغ ايه اللي حاصل؟ اللي قعدوا ست سنين مع وردة وبليغ، كان شخص مهووس بالفن وغير مسؤول شوية، ده بال حضرتك. فطبعا عدم المسؤولية دي ما تنفعش في الجواز والالتزام. الحياة الاجتماعية غير الحياة اللي هي الفري خالص، اللي هي طب ما هي فنانة، طب ما هي برضه فنانة. ما انا عارف يا فندم، بس هو بليغ شخصيه يعني مش هتيجي حاجه تانية بكوبي زيها. يعني اقصد الفن ملوش علاقه بقى، لان احنا مش هنتكلم على الفن. لا علاقه الفن لكن هي سمات شخصيه، يعني في حد ممكن يغير من نفسه لو عنده عيوب علشان يرضي الطرف الاخر ويمشي الحكايه، وفي حد لا. يبقى اذا النرجسيه ملهاش موقع، ولا الفن له موقع في الاعراب في الموضوع. مظبوط. لا 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 عادي. لا وبعدين غالة مراد قالت الحب كلمه من غير من حرفين بيقولها اثنين، من غير معاد بيقولها اثنين. يعني الحب ده بيطلع كده، مفيهوش قوه وضعف وكده، الحب ده حب. الحب حب. عايز تسمع معايا ايه يا جورج؟ انا عايز اسمع اغنيه الحلوه. الحلوه عبد الحليم؟ بس تعالي اختصرتي اللي كنت عايز اقوله، يعني لكن خلاص من براحتك. يعني ايه ايه ايه؟ مش سامعه معايا. خليك اختصرتي اللي انا كنت عايز اقوله. اختصار معلش، هي الاذاعه لغه الاختصار، انت عارف يعني. نحب نسمع اغاني اكتر، ولما نتكلم ناخد مكالمه نقول معلومه حلوه للناس، معلومه مهمه مفيده. نورتني يا جورج. شكرا. يلا باي باي. باي باي. الحقيقه الواحد مش ملاحق على التليفونات. انت يا محمد يا عاطف على رقم واحد ولا رقم اتنين؟ الو الو، اي عاطف، ازيك يا عاطف؟ عامل ايه؟ بسمة الورد والياسمين والهنا. ان شاء الله يخليك يا ذوق. يا عم ايه؟ انا كويسه، انا زي الفل. منوره الدنيا. ربنا يخليك يا عاطف. قول لي، هل المراه القويه حظها وحش في الحب؟ والله دي تفاري فيها مراه بقى قويه، بس هي انت مش متجوز عادي يعني. مراتك ست قويه ولا ست نص نص ولا ست ضعيفه؟ قويه. طب ما حظها حلو اهو. طيب ما هو احنا بنقول برضو لا، حظها جميل. حظها جميل اني متجوزه محمد عاطف طبعا. اكيد. طب قول لي يا ترى ايه سبب انه قصه حب ورده وبليغ ما تكملش الا 6 سنين بس الجواز؟
والله مش عارف، بس عارفه اللي هو ايه بقى، يعني هو لازم يبقى في توافق ما بين الاثنين. لا ما كان في توافق بدليل الاغنيات يعني، هو ده وهو فيش يعني، يعني ده ده توافق مهني وانساني و البدايات. البدايات لا مش سامعه، مش سامعه ايه؟ البدايات، البدايات البدايات هتقعد 6 سنين في البدايات؟ لا ايوه طبعا، انا بقالي 18 سنه متجوز. ايوه يعني اقصد 6 سنين مش بدايات ابدا، لكن هو يعني كان شخصيته يعني بتطير في السماء، يمكن ده كان اكتر حاجه بتزعل ورده طول الوقت. هي اكيد عارفه كده من قبل ما ترتبط بيه صح؟ صح اكيد صح، صح برافو عليك. كده يعني انت فين بقى؟ وهو عارف في شخصيتها برضو قبل ما يرتبط بيها. الكلام. هي هي في انا مش هتغير علشان حد، هي حبت فمش مشكله بقى نتعامل، بس بحبه. ايوه تمام. ففي بقى لكن ان الواحد بقى يكمل هي دي المشكله، يعني ان الواحد يكمل هي بتبقى دي المشكله بقى، يعني بيبقى عارف العيوب يقول هتعامل معاها ويجي يتعامل معاها يزعل فيطلع يجري. طب قولي كده، طب المطربين اللي اتجهوا للتمثيل زي السيده ورده الجزائريه ده بيساعدهم اكتر في النجاح ولا العكس، بياخد من الغنى ولا على حسب؟ لا على حسب، يعني في مطربين نجحوا كتير في التمثيل وكبار جدا، وفي ما نجحوش، وفي بس على طول اعمال ثانيه يعني، بس يا عاطف نجح في التمثيل شويه برضه. بس بقى هو على طول يعني مغني على طول يمثل، يعني لازم يثبت نجاحه حتى لغايه دلوقتي، يعني تلاقي مثلا حماده هلال يخش يمثل، مش عارفه مين يخش، بس في بقى ما عملوش كده، حماقي مثلا ما خدش التجربه، محمد مكي ما خدش التجربه، مصطفى قمر خد التجربه وعايش فيها اكتر فترات. تمام. هو بس هي تجربه بياخدوها، وعلى حسب بقى كل واحد فيهم بيعرف يكمل فعلا ويتقبل الناس ليه كمان يعني. طب اخيرا قدامنا 30 ثانيه، ايه العيب اللي ممكن ينتهي بسبب قصه حب يا عاطف؟ عيب واحد بسرعه. الغرور. الغرور. اه. الغرور في طرف من من الزوج او الزوجه. ايوه طبعا. عايز يعني تسمع معايا ايه؟ تقريبا بليغ حمدي وورده في حاجه فيها غرور فيهم. الله اعلم طبعا، الله يرحمهم. الله اعلم. عايز تسمع معايا انا مهنيك النهارده. مفتاحه واهديها اليك. ان شاء الله يخليك قلبي ومفتاح. ده فيها شويه اهط وهمهمات في الاول، يعني فريد الاطرش ده الحقيقه كان مش عبقري. جميله جميله جدا. طب يلا اسمعها معانا يا عاطف، نورتني. شكرا يا تسلم. تسلم.